عبر سكايب ومن واشنطن ينضم إلينا الباحث والمحلل السياسي رمضان البدران. أهلا ومرحبا بك سيد رمضان. تحالف قوى الدولة قال في بيان إن معادلة حكم خاطئة ستقود البلاد إلى الفوضى. ألم يتكرر هذا الكلام كثيرا في الأوساط وما معناه في الظرف الحالي بالتحديد؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. بدءا لنكون واضحين وحادين في هذا، لا خلل في التغيير ولا خلل في الدستور ولا خلل في نظام الحكم ولا خلل في نظام الإدارة التي اتفق عليها الشعب. الخلل في أداء القوى السياسية التي لم تحترم إرادة الشعب ولا النظام الديمقراطي ولا نظام الحكم، وأرادت أن تبني عراقا وحكومة بمواصفات تلائم مزاجها ومصالحها السياسية. والعراق دفع ثمن كبير جراء هذا التلاعب، وهي تتعثر اليوم بما زرعته من عثرات أمام الشعب ليمسك بالسلطة بنفسه. هي تتحمل المسؤولية، أقصت الشعب في نظام ديمقراطي واضح وصريح في الدستور، والآن اعتزلها الشعب وأصبحت معزولة عن الشعب، ولا خلل في الدستور ولا في نظام الحكم ولا في النظام الديمقراطي الذي خطه الدستور. هذه بداية نتوقع لها كثيرا، لأنها محاولة لنسف الدستور والنظام الديمقراطي بأكمله، وهذا خطير جدا. نعم، طيب، انسحاب هادي العامري من العملية السياسية كيف تقرأه؟ هل هو تكتيك سياسي أم هو انسحاب دعنا نقول من المواجهة؟ بل هي قراءة واقعية. السيد العامري أدرك أن هذه العملية بدأت إذا ما استمرت على نظام المحاصصة والتوافق الذي أرادته القوى السياسية. هو يتفق مع السيد مقتدى أن هذا النظام بدأ ينعزل عن الشارع وبدأ الشارع يرفضه، ولا بد من إصلاح حقيقي. وكان يحاول السيد العامري الاقتراب من السيد الصدر، وربما وصل إلى مراحل شبه توافق معه للدخول، ولكن السيد المالكي قضى على كل فرص القوى الوطنية في الإطار للالتحام أو التوافق مع السيد الصدر، وعزلهم من خلال ما جاء به من توجيه من السيد علي الخامنئي. وبالتالي أجبر قوى الإطار إلى الوصول إلى هذه المرحلة، ولكن على غير قناعة. السيد هادي العامري لديه خبرة كثيرة في السياسة ولديه تاريخ، ويعرف أن الإطار يسير نحو يعني طريق خطير ومجازفة كبيرة يقودها السيد المالكي، وأنه آن له الأوان في هذا المفترق أن يترك هذا القارب ويتنحى جانبا، ليترك السيد المالكي ومن يواليه للسير. نعم، قدما في هذه المجازفة السياسية الكبيرة. نعم، الانسداد السياسي لا زال مستمر، يعني قارب العيد على الانتهاء، ولا هناك يعني بوادر لتشكيل الحكومة من قبل الإطار التنسيقي. هل ذلك بسبب ترقب ما سيأتي ربما بعد جمعة الصدر؟ عليهم أن يدركوا أن جمعة الصدر هي انطلاقة أولى لحراك جماهيري واسع نحو التغيير من القاع أو من القاعدة. وبالتالي السيد الصدر سيبدأ بهذا كتلويح، ولكنه سوف لن يتوقف. هم سيواجهون بشكل متوازي طيلة أيام مسكهم للحكم هذه المواجهة الشعبية وهذا هذا الرد الفعل الشعبي، والسيد الصدر اختار أن يكون مع الشارع، فهذه سوف تكون بداية وليست نهاية، وعليهم الذهاب إلى تشكيل حكومة بأسرع وقت ممكن إن تمكن. التشكيل الحكومة لا شك سيلاقي تحديات كبيرة أمام الإطار، بدءا من توافقه في داخله والذي ثبت أنه غير متوافق، وأن أيام ونتائج انتخابات غير كافية لتحويل الإطار إلى إطار سياسي كان إطارا تنسيقيا فحسب، وتحويله إلى إطار سياسي بهذه العجالة قد يوصل بمركب الإطار إلى السلطة، ولكن ليس بالضرورة أن يؤلف منها حكومة أو سلطة قادرة على مسك زمام البلد. وهذا هو ما يقع فيه الإطار، وعليه مواجهة التحديات تلو الأخرى، بدءا من تناغم داخله وتوافقه، وانتهاءا بالإطار مع الآخرين من الكرد والسنة وسواء. ماذا عن أسماء المرشحين لرئاسة الوزراء دكتور رمضان؟ يعني الحالة السياسية ما تزال في تقاطع دائم. هذه الأسماء الكثيرة التي تطرح، هل تعتقد أن هذه هي مرحلة ربما حرق أسماء أو جس نبض شارع ربما، وبالتالي مجيء أسماء أخرى يعني أن تكون جدلية أو ربما من الخط الثالث
أو الرابع؟ كلها مع بعض واردة، ولكن ابتداء أول الأمور التي يجب أن يحسم أمرها، هل أن السيد المالكي سيكون على سلم الحكومة أم لا؟ وأشك أن ذلك سيحصل. السؤال الثاني، هل يأتي شخص من جانبه وبتزكيته ومن نفوذه أم لا؟ هذا ما يتوقع أن يؤشر على السيد السوداني مثلا، شخصية غير خلافية ومقبولة وجربت سابقا، السيد العبادي رقم وارد، الأعرجي أيضا قاسم الأعرجي شخصية مقبولة وهي يعني بدرية الجذور، ولكن أيضا من الأسماء المرشحة. كل هذه الأسماء يتم تداولها ليس من باب الحرق، ولكن لكل منهم توليفة من التوافقات يحتمها الأمر الواقع، وبالتالي كم من التوافق وكم من الاختلاف حول الشخصية، هذا ما على الإطار أن يتداركه ليأتي بأفضل شخصية توافقية تقلل من نقاط الخلاف مع في المراحل القادمة إذا ما دخل في حوار مع الشركاء القادمين الكرد والسنة بعد مغارمة طويلة وعميقة سبقت خروج السيد الصدر. نعم. طيب عملية. كيف ترى موقف العملية السياسية الآن خصوصا في ظل مشهد هذه الانسحابات المتكررة؟ إلى ماذا يشير هذا المشهد؟ العراق يوم بأصعب ظروف العملية السياسية. الجهاز التشريعي البرلمان لم يؤدي عمله وخسر كل مفاصله في الدولة من مجالس محلية ومجالس محافظات. تحول من هيئة رئاسة تعمل وفق النظام البرلماني والديمقراطي إلى رئاسة، وهذا مخالف للدستور ومبادئ الدستور. عملية تشكيل الحكومة التنفيذية عملية أصبحت عميقة في تحت تجاذبات الفعل السياسي والمزاج السياسي أكثر من مصلحة الدولة والبلد والشارع، وأدت إلى انقسام خطير. الجهاز القضائي سجل عليه كثير من المحابات وكثير من الانتقائية في قراراته لا تتوازى مع الاستقلالية المنشودة من هذا الجهاز المحترم. وعلى السادة القضاة والجهاز القضائي تدارك هذا بأسرع وقت، لأنه سوف هي آخر دفاعاتنا هي حصانة الجهاز القضائي من التدخلات والتأثيرات السياسية. فالعملية السياسية نعم تمر أحرز ظروفها في هذه المرحلة. شكرا لك على كل هذه التوضيحات، الباحث والمحلل السياسي رمضان البدران، كنت معنا مباشرة عبر سكايب ومن واشنطن.